دينا أهلا بكم إلى مشهد جديد على شاشة النيل الأخبار، والمشهد الذي نحلل تطوراته اليوم هو المشهد السوري الذي أصبح بطبيعة الحال من أكثر المشاهد إلحاحا وحدة في الآونة الأخيرة. المشهد السوري يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، ولم يعد الشأن السوري شأنا ذاتيا أو خاص بسوريا وحدها، لكنه أصبح شأنا إقليميا تتداخل أكثر من قوى عالمية لمحاولة حله والإدلاء بدلوها فيه. لكن المصالح متعارضة ومختلفة، الأجندات متباينة، هل مع وجود هذه الاختلافات يمكن بالفعل أن نصل إلى حل حقيقي للأزمة السورية التي تتفاقم يوما بعد يوم؟ هذا أحد الأسئلة المطروحة في حلقة اليوم من المشهد. أيضا نتابع آخر التطورات والتحركات الدبلوماسية التي باتت واسعة جدا وعلى أشدها بين القوى الأساسية اللاعبة في الملف السوري، تحديدا إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، المملكة العربية السعودية، ربما نقول مصر على استحياء، لأن مصر ليست من العناصر الفاعلة بقوة، لكنها بطبيعة الحال مهتمة بكل ما يحسن الوضع في سوريا. هل الحل السياسي هو أصبح الحل الوحيد، أم هناك أيضا فرصة للحل العسكري؟ وهل هناك أي نقاط تلاقي بين المعارضة والنظام بعدما فشلت مفاوضات جنيف 1 وجنيف 2 لأسباب عديدة؟ هذه محاور نطرحها معكم على مدى هذه الحلقة من المشهد، لكن نتابع هذا التقرير نرصد فيه آخر التطورات، بعده نبدأ النقاش مباشرة. تدخل الأزمة السورية منعطفا جديدا وسط حراك دبلوماسي إقليمي ودولي من أجل التوصل لحل سياسي يحقق مصالح كافة أطراف الأزمة. ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي بشأن الأزمة السورية نابعا ليس فقط من أجل الحفاظ على سوريا واستقرارها، وإنما من أجل مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن عدم الاستقرار في سوريا، وهي أزمة اللاجئين السوريين وظهور التنظيمات الإرهابية بشراسة والتي باتت تؤرق أمن العالم أجمع. جاءت محادثات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو، وبدت ملامح توافق روسي سعودي على غالبية الملفات المطروحة، فقد اتفق على خطوات عملية لتعزيز فرص الحوار بين الأطراف السورية تحت رعاية المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا. وفي سياق توحيد أطياف المعارضة السورية للخروج برؤية مشتركة تعزز المسار التفاوضي على أساس إعلان جنيف الذي سيكون له دور في مواجهة الإرهاب وحماية المواطن السوري. ورغم هذا التوافق، فقد أقر لافروف بوجود نقاط خلافية من بينها مصير الرئيس السوري بشار الأسد، فالموقف السعودي ثابت حيال سوريا وأنه لا مكان للأسد في مستقبل سوريا باعتباره جزء من المشكلة وليس من الحل. أما الموقف الروسي فيرى أن الحفاظ على الأسد مهم لفترة ما لاستقرار الأوضاع السورية. ويمكن القول أن حالة التحرك الدولي التي تشهدها الأزمة السورية ربما تسفر عن حلول توافقية للأزمة بعد مزيد من الحراك والتواصل بين كافة الأطراف المباشرة وغير المباشرة. أرحب بكم من جديد وأرحب بضيفي في الاستوديو في هذا المشهد اليوم، سيادة السفير أحمد القويسني مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك. أهلا بك سيدي. أبدأ معك سيادة السفير بمعلومات غير خافية على أحد، هناك حراك فاعل هذه الأيام نشط للغاية على أكثر من مستوى عربي وإقليمي، هل بات الحل السياسي هو الحل الوحيد المطروح أم ما زال هناك مكان للحل العسكري برأيك؟ يعني نتفق أولا أننا بصدد الحديث عن سوريا، حالة شديدة التعقيد
تضم تداخل وتعارض وتباين وتقاطع، قولي زي ما انت عايزة، يعني من عوامل مختلفة، أجندات لكل الدول، قوى دولية، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، وقوى إقليمية، تركيا وإيران والسعودية ومصر وإسرائيل موجودة في المشهد، كل بأجندته، كل بأهدافه الاستراتيجية وأهدافه الوسيطة يعني، وكل يلعب لتحقيق أغراضه. لا أحد قادر على الحسم، لأنه بطبيعة المشكلة نفسها وطبيعة التوازنات الدولية كنا قد خرجنا من المشهد الليبي بخسائر شديدة جدا على مستوى السياسة الروسية والسياسة الصينية، شعروا بخديعة حدثت لهم في مجلس الأمن، فتحجر موقفهم ألا يحدث ما حدث في ليبيا في سوريا. استمرت الأزمة، الأزمة مستمرة مع نظام الأسد، نظام عقائدي، نظام مفرط في غبائه، يعني اسمحي لي ان انا اقول كده يعني بشكل دارج، رأى السونامي قادم او ما يطلق عليه الربيع العربي قادم من تونس مرورا بليبيا بمصر باليمن، ولم يتخيل انه مرشح، واستبعد ان يكون مرشحا يعني. إنما لما نيجي ناخد إيه اللي عمله نظام بشار الأسد ونضعه تحت المجهر ونتحدث عنه، نتحدث عن نظام عملاق أدار أزمته إدارة غير عادية. أنا شخصيا نموذج سياسي، أنا يعني النظام ده أولا حرص على عسكرة مناوئيه، فأصبحوا تنظيمات عسكرية يوجههم بالسلاح، حرص على طرح نفسه من جديد، تجديد ذاته، نوع عدائه بدل من عدو واحد، عمل جبهات كثيرة جدا عداء له، أصبح هو الوحيد الخيار الأفضل لما تبصي في الصورة. نعم، يقال هنا أو هناك بعض التحليلات ترى أنه ليس فقط إدارة النظام السوري للأزمة التي تعرض لها والثورة التي قامت عليه، لكن أيضا الظروف خدمته إلى حد بعيد، بمعنى أنه في دول تدخلت في سوريا بشكل مباشر لمحاولة إسقاط نظام الأسد، لكن من منطلق ديني وليس من منطلق حقوقي أو ثوري أو سياسي، فدعمت جماعات إرهابية متطرفة إسلامية، فأصبح المقابل لنظام بشار الأسد الإرهابيون أو الجماعات الإرهابية، وبالتالي أنت أمام عدو أو أمام مقابل. ليس في كل الحالات العربية الأخرى أنه الشعب نفسه أو السوريين أنفسهم أو المصريين أو التونسيين أو الليبيين، هناك قوات جاءت من بلاد أخرى، هناك جنسيات أخرى جاءت تقاتل في جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية، ليسوا سوريين. فهذه الظروف خدمت النظام إلى حد كبير وجعلت قضيته ليست قضية ثورة وإنما قضية يعني إرهاب، هو يحارب الإرهاب. نقلل من شأن النظام كثيرا إذا قلنا هذا الكلام، هي بطبيعة هو ما يخدمه حتى الآن هذه الظروف أنه يحارب الإرهاب وليس يقاوم هو الشعب السوري. قلب المسألة، المسألة برومانسية، يعني المسألة صحيح. كانت سلمية، مطالبات سلمية بالإصلاح، بدأت صحيح. هو نجح في عسكرة المقابل له، المناوئ له، دفعه إلى العسكرة وبالتالي إلى الحرب. طبيعة سوريا نفسها أصبحت كرد، عرب، شيعة، سنة، شيعة أو سنة، علويين، تركمان، فيها من كل التشكيلات اللي موجودة، علويين موجودين، شبيهة بالعراق، تركمان شبيهة بالعراق، كل من له مصلحة دخل، أطراف خليجية وأنا لا أحددها تحديدا يعني، اختارت تنظيمات سنية، النصرة وغير النصرة يعني. القاعدة فتحت وعملت هناك، الأكراد بدأوا العمل في كثير من بقوا جبهات عسكرية، تعددت الجبهات العسكرية أمام نظام واحد صامد متماسك. نعم، وهو ما خدم أو النظام حتى الآن وجعل الثورة السورية تتأخر كثيرا في انتصارها أو تغيير النظام. بالتأكيد. لكن ما ذكرته ربما يكون
وبالا على الحالة السورية، بمعنى أنه كل هذه الأطراف الفاعلة، القضية فقدت معناها، لم تعد ثورة، أصبحت لم تعد ثورة إرهاب في مقابل نظام حتى لو كان ظالما. في جنيف واحد وصل لهذا. صحيح. وتتعدد كما ذكرت في بداية تحليلك المصالح والأجندات، وكل جهة وتتقاطع وتتباين وتنسجم كله. هل الحل السياسي سهل في مثل هذا الوضع؟ بمعنى أنه كل التحليلات السياسية التي قرأتها تقول أنه الحل السياسي أصبح الحل الوحيد، لكن المعطيات تجعله صعبا جدا، يعني التلاقي بين كل هذه الأطراف شيء في منتهى الصعوبة في حالة الإصرار على بقاء بشار الأسد. هو ده المأزق. يعني ده المأزق الشديد للغاية دلوقتي، بعد أن طالت الحرب في سوريا وأنتجت لنا منتج جديد اسمه داعش. صحيح. تغيرت الاستراتيجيات والإدارة، إدارة المصالح في الإقليم. وصلنا إلى بعد الاتفاق النووي مع إيران إلى ظهور نوع من التوافق أمريكي روسي على حتمية الحل يكون ما بين الأطراف، بعد أن توصلوا بجهد روسي وقبول أمريكي إلى مسألة نزع السلاح الكيماوي من، حتى دي استفاد منها نظام الأسد شرعيته كلاعب رئيسي. يعني إيران بعد الاتفاق النووي اختلفت، أصبحت قادرة أنها تطرح مبادرة. صحيح. أول أمس طرحت مبادرة، المبادرة دي فيها أطراف كثيرة جدا تندهش لها، فيها مكون عماني، والعمانيين في السياسة لهم باء وباع طويل. يعني فيك طبعا قبول أمريكي وروسي، إنما بأي شروط، مسألة شديدة الصعوبة، ده المأزق. في اتفاق عام على حتمية وجود حل سياسي، تيجي تطبقي ده على الأرض ما بين مين ومين، مين الأطراف؟ الفسيفساء المعارضة، الائتلاف اللي كان موجود، الائتلاف السوري اللي احنا ادينا له مقعد سوريا في الجامعة العربية، اصبح عبارة عن ائتلاف كل له اجندته بحسب الممول. هو غير ممثل على الارض لانه ما يضمش تنظيمات عسكرية، وليس له سيطرة على من الفاعلين على الارض عسكرية. يعني ملوش سيطرة على مثلا جبهة النصرة مثلا، او على ما يفعله مثلا اي تنظيم اخر يعني، او تنظيمات عسكرية، وبالتالي تراجع موقفه. والقاهرة كان لها دور في شهر يناير الماضي، استضافت مؤتمر. ربما الموقف المصري هو افضل المواقف، انا اعتقد من خبرة الدبلوماسية. هو الموقف المصري موقف دبلوماسي بحت، يسعى لكل ما فيه مصلحة الشعب السوري، ليس هناك تدخل مصري صريح بمعنى تصريحات تقول أن بشار الأسد لابد أن يرحل، أو لابد أن يظل، أو لابد أن تكون هناك حكومة بديلة، كله يضع الخيار أمام الشعب السوري. لكن خلينا يعني نصيب قلب القضية، بقاء بشار الأسد من عدم، هذه هي نقطة التعارض الأساسية بين كل الأطراف. الطرف الروسي متمسك. تعني إيه بشار الأسد؟ بقاء بشار الأسد، بقاء بشار يعني الأسد كشخص، أن يترشح للانتخابات القادمة، وهو ما أعلن عنه بالمناسبة أنه سيترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية القادمة. نظام بشار الأسد بكل أطرافه، هناك أيضا إصرار على بقاء هذا النظام طالما بشار لن يرحل. هذه نقطة تمسك روسية، أيضا هناك إصرار إيراني عليها. في المقابل المملكة العربية السعودية، تصريحات الجبير كانت خطيرة جدا، وكانت فيها هذه نقطة خلاف أساسية، وبطبيعة الحال هي نقطة خلاف أساسية بالنسبة للمعارضة السورية، هي ما جعلت المفاوضات تفشل فشلا ذريعا في جنيف واحد وجنيف اثنين، لأنه نحن نريد أن يرحل بشار، والجهة المقابلة ترى أنه لن يرحل بشار مهما يعني كانت هناك نقاش. يعني تعني نحلل الموقف بشكل منطقي جدا. إيه الهدف الاستراتيجي اللي شايفاه مصر؟ مصر ترى ضرورة الحفاظ على وحدة التراب السوري، لا تقسيم. الواقع على الأرض دلوقتي يقول التقسيم قادم، ما هو تقسيم طائفي وعنصري وكل حاجة. يعني ضرورة بقاء سوريا متماسكة، التراب السوري يظل متماسك،
دي مسألة أولوية في الرؤية المصرية ما فيهاش كلام، ويتم تسليم الحكم، يزول النظام الموجود ويتم التغيير. الواقع واقع، ما فيش فيه محالة يعني، إنما من خلال بوابة منظمة. من سيسلم الحكم للقادم؟ والترتيبات، الترتيبات هي اللي عليها الخلاف. يعني كل الترتيبات تنطلق من إن احنا نقعد ونتحدث، ثم يكون في اتفاق على مثلا حكومة ائتلافية تضم الأطراف كلها. كان هناك سيناريو مطروح طرحته المعارضة في وقت من الأوقات، وهو تنازل بالمناسبة قدمته المعارضة، أن يتم التراضي أن يرحل بشار الأسد دون أن يحاكم قانونيا أمام الثورة وأمام الشعب السوري، يرحل إلى يعني موسكو، يرحل إلى أي دولة أخرى، وتقام انتخابات نزيهة بشار كنظام مرشح لها أشخاص ولا آخرون. بشار كشخص، إذا رحل بشار كشخص سيرحل بالتالي النظام، النظام لن يصمد كثيرا إذا رحل رأسه، لأنه مرتبط بشبكة مصالح مترابطة، وهو يعلم طيب. وكل من هم مرتبطون ببشار يعلمون أنهم سيتعرضون للمحاكمة والمساءلة في حالة غياب. من خلال الخبرة المصرية والخبرة التونسية وخبرات كل الدول الأخرى، الانتقال يكون تدريجي وآمن. الذي يطرح أن تكون هناك حكومة ائتلافية، وهذه الحكومة الائتلافية تشرف على انتخابات جديدة، فنصعد نخبة جديدة يختارها الشعب السوري، هذه النخبة تشكل الحكومة القادمة، ومفاتيح الدولة السورية، مفاصل الدولة السورية، نقاط القوة في الدولة السورية، سيطرتها على الإقليم وعلى الأرض وعلى الجغرافيا تظل كما هي، عشان نسلم دولة لدولة أخرى، من نخبة لنخبة أخرى تحكم إقليم محدد. إنما اجتياح عسكري كما قال الجبير، قال يسقط يزول نظام الأسد سواء بتسوية سلمية أو حتى عسكرية. عسكرية يعني إيه؟ يعني اجتياح هذا النظام، يعني النموذج الليبي، يقتاح، يقتلع عسكريا بالقوة، فتنشأ عن ذلك فوضى، وتنشأ عن ذلك حرب أهلية جديدة. كفاءته ومدعوم عسكريا من؟ ومن السلاح من أكثر من قوة. نظام بشار مدعوم عسكريا، مدعوم طبعا عسكريا. وجود بشار الأسد في صالح، أنا أعتقد، أنا أتحدث أنا بحسي الوطني المصري وبحس العروبي، وجود بشار الأسد هو ضمانة أن يظل سوريا دولة موحدة. طيب خليني أتوجه بهذه الجملة وأعرف رأي الدكتور أنور ماجد عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية. مساء الخير دكتور أنور. مساء الخير، أهلا وسهلا. هل ترى فعليا أن وجود بشار الأسد مرحليا في هذا التوقيت هو صمام أمان لانتقال سلمي للسلطة في سوريا، منعا لفوضى عارمة قد تجتاح البلاد في حالة غيابه فجأة؟ أولا هو هناك، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وآله. هناك فرق بين بشار الأسد كرئيس وهيكلة النظام، فهيكلة النظام هي المطلوبة أن تبقى. أما بالنسبة للرئيس بشار الأسد، ما المعارضة وقسم كبير من الشعب يرفضه، فإذا تستحيل عملية موافقة المعارضة، وستبقى الحرب قائمة. إذا عالجت هذه القضية طبعا مؤتمر جنيف واحد، وقالوا بأنه يعني لابد أن يكون هناك محافظة على النظام، على هيكلة النظام، والمحافظة على هيكلة النظام هذه طبعا. ما معنى هيكلة النظام دكتور؟ هيكل النظام. ما معنى هيكل النظام؟ شوفي، الميزة في سوريا إنه ما صارت زي الصومال، إنه هيكلة النظام موجودة، معناها إنه المؤسسات موجودة. نعم. وزارة الصحة، وزارة الدفاع، وزارة الوزارات الأخرى كلها، والأمور ماشية. ولكن لو سقطت هذا يسقط، دعنا طبعا تصير الفتنة عارمة. لكن وجود هذه لابد أن توجد، ولكن تأتي حكومة وحدة وطنية بما فيها النظام السابق، لكن من دون بشار، لأنه كل المعارضة ترفض وجود بشار، ما نقدر مهما عملنا أن نقنعهم ببقائه. فإذا لأجل الجميع يتفق على هذا الجانب، وأيضا لا يقبل من تلوثت أيديهم بالدماء. هذا أحسن صيانة للوحدة، وأحسن صيانة وأحسن ضمان لتحقيق السلام. يعني أنت ترى أنه إذا حدث وتم تغييب بشار كشخص، لن تحدث فوضى عارمة في البلاد في حالة
إيجاد بقاء حكومة بقاء هيكلة النظام وإيجاد حكومة وحدة وطنية. لكن هل ترى أن الظروف السياسية الآن في سوريا تسمح بظهور مثل هذه الحكومة التي تضمن انتقال سلمي للسلطة في ظل وجود جماعات إرهابية ما زالت تعمل على الأرض؟ لا شك أن الجماعة الإرهابية هذه وجدت في سوريا حينما وجدت هذه الجماعات ملاذا آمنا لها بسبب الفتنة. نعم. لكن إذا جاء النظام، إذا تحقق النظام وتحققت السيطرة، هذه الجماعة سوف تنتهي ويمكن القضاء عليها. يمكن القضاء عليها أم يمكن تحييدها من قبل الجهات التي تمولها؟ يمكن القضاء عليها من قبل التحالف الدولي. نعم، من قبل التحالف الدولي. لكن في حالة وجود جهات تدعمها ما زالت، هل ترى أن القضاء عليها سيكون سهلا؟ طبعا إذا كان جهاز بيدعمها زي نظام الأسد فطبعا من الصعب القضاء عليها. بالتأكيد. نعم، أشكرك سيادة اللواء دكتور أنور ماجد عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية. أعود لك من جديد. اختلفنا تماما في الرؤية. هو رأى يرى أنه في حالة وجود مؤسسات الدولة والحفاظ عليها ووجود حكومة ائتلاف وطني يتم اختيارها ونسير إلى انتخابات رئاسية ليس بشار واحدا من المرشحين فيها، يمكن أن نخرج بسوريا من عنق الزجاجة. هل ترى أن هذا السيناريو يعني صعب؟ أنا أرى أن النظام الموجود في سوريا نظام عقائدي، نظام حزب البعث وبعض الائتلافات. نعم، هذه هي المشكلة الموجودة الكبيرة. يعني فإزاي الأساسية. يعني إزاي يقتلع بشار من نظامه؟ إزاي؟ مش ممكن. هذه إشكالية. الصحيح والمضمون والأفضل والأسلم نستبعد فكرة سقوط بشار الأسد أو إقصاؤه باجتياح عسكري، لأن ده مفتاح للفوضى. ثانية، السيناريو الليبي، أن تكون هناك حكومة انتقالية، وهذه الحكومة الانتقالية تمسك مفاصل الدولة وهياكل الدولة، وأن تسلم بعد هذا إلى نخبة جديدة يتم انتخابها. كما يقول الشارع، يعني ممكن ان بشار الاسد يبقى موجود او مش موجود، يمشي خلاص. النظام ينتقل للاسد وينتقل نظامه من نخبه الى نخبه جديده، انتقال سلمي حفاظا على الدوله السوريه. طيب، هو ده الموقف المصري. لكن يعني اذا اخذنا في الاعتبار كل تاريخ النظام السوري، يعني من قبل بشار الاسد، من تاريخ حافظ الاسد الذي استمر في الحكم ايضا قرابه 40 عاما، هل ترى أن هذا ينطبق على حالة أسرة الأسد، أنها سيكون هناك فعلا انتقال سلمي تدريجي للسلطة في مرحلة ما، أم هي مجرد مسكنات تضعها على الطاولة؟ في مصالح كمان، في أقلية علوية حاكمة الآن لها امتيازات ولها نفوذ. العلويين دول اللي هم يبلغوا مثلا 10 مليون في سوريا، في تركيا مثلا، وموجودين ويحكموا سوريا، يعني هيحصل لهم ايه بعد زوال صدام بشار الاسد واقصائه بشكل عنيف؟ هنخش بقى في بحور دم، بقى تصفيه حسابات، بقى من نخبه كانت حاكمه الى ايه، الى نوع من الفوضى. هو البعض يرى انه الفوضى حادثه بالفعل الان. طب ما احنا في النبره، احنا في اوج فوضى عارفه. تعالي ننظم الفوضى، ننظم الفوضى ببرنامج انتقال سلمي نحرص عليه جميعا. عندك داعش موجوده، داعش كانت تشكل مصلحه لتركيا. تركيا كانت تتحدث ايام سايكس بيكو عن الموصل، كانت عايزه الموصل وما قدرتش تاخد الموصل، خدت الاسكندرون. الان تركيا لها مصالح موجودة في الإقليم ده، بعد أن زالت العراق تزول سوريا، مفيش قوة حوالين تركيا الآن تهدد تركيا أو يعني تتعارض المصالح. فتركيا لها مصلحة، على وهي من ساعدت ودعمت تنظيم داعش ليقوى ويقف. التحويلات المالية كانت تأتي إزاي؟ بيع البترول، بيع الآثار، تهريب السلاح، المعسكرات، الإخلاء الطبي. هو ده سبب تعقيد المسألة السورية أكثر من باقي، لأن الأوضاع على الأرض تتغير. صحيح. الآن داعش ليس في المصلحة التركية،
لأنه كان موجود يعني في صالح تركيا لإزالة احتمال دولة كردية. دولة تركيا الكردية الآن تدافع عنها الولايات المتحدة الأمريكية وتمنع تركيا من أن تكون لها منطقة عازلة. الفصائل المتصارعة تسعى إلى وجود منطقة عازلة تحتوي أو تضم اللاجئين عشان تفرض مصداقيتها وتفرض سلطتها على الأرض. مصالح متعارضة شديدة التعارض. الإخوة الخليجيين، أنا ذهلت لما سمعت على لسان وزير الخارجية السعودي أن يزال الأسد بشكل عسكري. لا، ده منتهى الخطورة. يجب أن نعمل جميعا على ألا يزال الحكم في سوريا بشكل باجتياح عسكري، ولكن يجب أن ننظم الفوضى بخطة نشرف عليها ويبقى تحت إشراف دولي. أن يتم إزاحة الأسد ونظام الأسد تدريجيا بنخبة جديدة تمثل كل طوائف المجتمع السوري. يعني حضرتك شايف أنه ده قابل للتطبيق؟ قابل يتم للتطبيق. إزاحته تدريجيا. البديل إيه؟ البديل النموذج الأفغاني. بعد أن خرجت الاتحاد السوفيتي من أفغانستان، دخلت أفغانستان قتال مدني، قتال أهلي بكل الطوائف، وأفرزت في الآخر طالبان، وما زالت القلاقل الموجودة حتى الآن. نعم. طيب الموقف الإيراني ربما ذكرته حضرتك بشكل ده مثير للغاية، مختصر، لكن خلينا نحلله بشكل أكثر عمقا. طبعا بعد الاتفاق النووي الإيراني الأخير بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت إيران تتحدث بلغة أكثر قوة وأكثر حكمة ربما، لأنها أصبحت لها يعني طابع رسمي معترف، قوة معترف بها الآن، لا تخضع لعقوبات، أخذت بعض الإجراءات كإلغاء التأشيرات بالنسبة لبعض الدول، يعني تفتح ذراعيها للمنطقة، وفي نفس الوقت تصر على ما يخدم مصلحتها بطبيعة الحال، بطبيعة السياسة. هناك تخوف كبير جدا من القوى الإيرانية الصاعدة بعد الاتفاق النووي، بالتحديد من دول الخليج. يعني خلينا نكون طبعا مخاوف شديدة، مخاوف شديدة للغاية. في المسألة السورية الموقف الإيراني واضح أنهم داعمين لبشار الأسد على طول الخط، والموقف السعودي أيضا واضح. هل ترى أي أفق للتلاقي في ظل يعني كل التخوفات المحيطة أصلا بإيران كقوة صاعدة في المنطقة؟ أنا عجبني اللي أنت قلتيه لما أشرت إلى الاتفاق النووي. ما فيش حد مننا اطلع على الاتفاق النووي وده خائله، لكن إحنا كدبلوماسيين وسياسيين ومحللين بنستقرأ الواقع وبندلل عليه بالتصريحات المتفاوتة. يعني أنا مستغرب ومندهش كيف تخلت إيران عن اليمن بهذه السهولة. اليمن تسقط محافظة محافظة وتعود إلى السلطة الشرعية الموجودة ويخلى ميناء عدن، وإيران لا تتحدث، كانت بتتشاجر على مركب سفينة مساعدات إنسانية وطائرة تنزل مطار عدن، صمتت تماما في الملف اليمني. وبالأمس تطرح وزير خارجيتها يطرح مبادرة لحل الأمور في سوريا، مبادرة أنا أرى أنها مبادرة جيدة فيها عناصر جيدة جدا. ماذا حدث؟ هل تم اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على تحجيم إيران في هذه الفترة؟ ما تنسيش أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت طمأنة دول الخليج بجهد شديد جدا، طمأنتهم، وهم طبعا يرون الموقف على الأرض، يرون إيران في اليمن ويرون إيران في سوريا، ويدعون أنها العاصمة الثالثة أو الرابعة، يقولون ما يقولونه. يعني ربما ده ناتج من اتفاق أمريكي إيراني تقييد، منذ متى إيران تسعى إلى ربما إيران تخفض بعض الوقت حتى تحصل على المليارات وتعيد تنشيط آلياتها وأدواتها. إيران من ضمن مصالحها حزب الله، وحزب الله ده جزء في التركيبة، وإيران ترجو خروجا مشرفا من 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 سوريا بالتأكيد، وترجو ألا تفقد سوريا، يعني تنقلب سوريا بانحيازات أخرى. نعم. يلعب الموقف السعودي، يلعب في هذه المنطقة يعني دورا كبيرا. تقارب سعودي مع روسيا وتوقيع اتفاقيات تسليح بمليارات. هل سيؤثر هذا التقارب على الموقف الروسي حيال سوريا؟ ربما. برأيك؟ ربما.
اخذين في الاعتبار ان هناك تقارب روسي ايراني في نفس الوقت. طيب ما هو التحالف ده او يعني هو تحالف غصب عنه. تحالف في الاهداف. يعني التحالف ده لو روسيا سحبت يدها من الامر وتركت الاسد ليقع او ليسقط يعني ما هو مصلحه سعوديه ومش مصلحه ابدا ايرانيه. لكن يعني طيب خليني زي ما قلت لك كل آخر. الاحتمالات نعم. مطروحه سيادة سفير يعني. اريد ان اسال سؤال اخر ايضا، انه هل من مصلحه كل هذه القوى المتباينه والمتداخله مصالحها ان يظل المشهد السوري كما هو، ام من مصلحتها ان يتم حل الازمه فعليا؟ المشهد السوري دلوقتي بقى مشهد خطير جدا، يضر بالجميع وهيضر هيضر طبعا بايران وبالسعوديه. داعش متغير كبير جدا، داعش متغير، داعش يهدد الجميع. فترك داعش صنيعه غربيه، كل استقراءاتنا وكل فهمنا وكل خبرتنا وقراءة يقول أن داعش صناعة غربية. داعش خلق أو صنع لأهداف معينة، خرج عن الطوق فاستوجب الأمر إزالته. لا، أو وفي تحليلات بتقول أنه مش فقط صنيعة غربية، هو أيضا كان مدعوما من جهات عربية في مرحلة ما لخدمة مصالحها. ما هي طيارات، وانقلب السحر على الساحر يعني كما يقولون الخليج. ولا أحدد أيضا لما يدعم مسألة النصرة صحيح. هو بيدعم صراعا طائفيا في سوريا صحيح. بالتأكيد، وأن النصرة لا تختلف عن داعش، عن تنظيم الدولة الإسلامية. هم أعلنوا أن هم واحد ثم بعد كده بقى في اختلاف أو في تباين. لا، ما أقصده أنه البعض يرى أنه الشأن الفلسطيني مثلا هناك يعني تعمد أن تظل الدوامة الفلسطينية مستمرة ومستمرة، لأنه هذا يخدم مصالح هذه الدول ويفيد في الانتخابات الأمريكية ويعلي من أسهم بعض الشخصيات العالمية وما إلى ذلك. المشهد السوري ينطبق عليه نفس الشيء، بمعنى أنه هو كارت يتم التلويح به من إيران أحيانا، من روسيا أحيانا، من تركيا أحيانا، أنه أنا لي ذراع في هذه المكان الاستراتيجي سوريا وأستطيع أن أضغط به. الحل لن يكون في مصلحة هذه الجهات، يعني مصلحتهم في أن يظل الوضع مشتعلا كما هو ونظل نلعب جميعنا بهذا الكارت. الوضع الضغط. مشتعلا كما هو معناه تمدد داعش، وداعش يشكل خطرا على أبواب أوروبا الآن. طب داعش موجودة في العراق أيضا، وداعش موجودة في أماكن أخرى أيضاً. ليست في سوريا فقط، خطر بالزبط. داعش موجود سواء في سوريا أو في غيرها أو في العراق، ويقتضي الأمر يعني الصدام مع داعش وتصفية داعش ليعود كما كان أو ينتهي أو يعني الوضع في سوريا ما لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل. يعني بعد داعش بقت المسألة شديدة الخطورة، احنا بنشوف كل يوم متغير جديد. امبارح امس كان في مبادرة ايرانية، اليوم اول غارات من قاعدة انجليك التركية بيضربوا داعش في سوريا لاول مرة. برضو شاهدنا ان الولايات المتحدة الامريكية تدرب عناصر معارضة سورية لمواجهة داعش وتحافظ عليهم، تقوم بغارات للحفاظ عليهم من التصفية بعد أن أحاطت بهم جبهة النصر. تداخل شديد والتعارض شديد والتباين شديد، وأصبحت يعني بحيرة من الألغاز لأن مصالح كثيرة جدا. إنما في النهاية لا يمكن أن يظل الوضع على هذا. ممكن أن روسيا تخرج من المسألة، ممكن أن إيران تدعم بشار بشكل أفضل ويعود السيطرة على إقليمه من جديد، وتجد سوريا موحدة تعود مرة أخرى. يعني الوضع الإنساني إلى أي مدى سيصمد؟ شديد السوء، 12 مليون من سيء إلى أسوأ، 12 مليون لاجئ، 12 مليون. الأمر يقتضي الآن أن تنشئ جامعة الدول العربية وكالة للاجئين، نحن أولى برعايتهم. يعني مسألة فيها كلام كثير. الوضع الإنساني طبعا نحل القضية، مش بس نعمل وكالة للاجئين، يعني نحاول نحل القضية. لكن طيب، هل تستطيع أن توحد كل هذه الأطراف عندما نأخذ قرارا واحدا مثلا بعدم اللجوء إلى الحل العسكري؟ بمعنى أنه ممكن يكون في اتفاق أو تلاقي وجهة نظر، وإن كان هذا بعيدا، ما بين الطرف السوري الروسي والطرف السعودي والطرف الإيراني.
ثم تأتي تركيا وتضرب عسكريا. امتى تخرج روسيا من الموضوع اذا وجدت مصالح اخرى مع السعودية اكبر؟ مثلا تخرج روسيا، ممكن ان تخرج روسيا مثلا، ده وارد يعني، فتختل المسألة من جديد. ممكن ان تدعم ايران بعد ان تعود ايران الى المجتمع الدولي، وان تدعم ايران نظام الروسي السوري. يعني البدائل كثيرة والنتائج متضاربة وكثيرة، لأن المصالح متضاربة، لكن لا يمكن الاتفاق. هذه العناصر وهذه الجماعات وهذه الشرذمات لا يمكن أن تتفق على حل واحد. كانوا اتفقوا في أفغانستان، أفغانستان ظلت عقدا من الزمان، وهذا ما يعقد المشهد السوري أكثر وأكثر. المهم في مصر أن ندرك أن البديل القادم في سوريا هو بديل سيء لنا وسيء للخليج وسيء للمملكة العربية السعودية. الجماعات المتطرفة، الجماعات المتطرفة هي بديل سيء للعالم كله وليس للمنطقة. وأن ما يحدث في سوريا الآن هو عبارة عن جوائز تحصل عليها إسرائيل كل يوم. إسرائيل وتركيا وإيران، كل الدول الإقليمية تحقق مصالحها الاستراتيجية على طبق منفضة. ما هذا ما قصدت من سؤالي، أنه هل في مصلحة هذه الدول أن يظل الوضع مشتعلاً؟ أعتقد أن في مصلحتنا رغم سوء الأسد ورغم وجوب محاكمته محاكمة دولية في محكمة الجنايات الدولية، وأن هذا الرجل يعني سفاح لما قام به، لكنه ضروري أن نحافظ على هذا النظام حتى يسلم مفاتيح الأمور في سوريا. سوريا يجب أن تظل موحدة بدلا من التقسيم. المخطط الموضوع لهذه المنطقة أن يتم تقسيمها دويلات، وتكون أكبر دويلة فيها هي إسرائيل. نعود إلى نظام ما حدث في الأندلس من جديد. لابد أن تخرج سوريا قوية ومتكاملة وتربها الوطني محفوظ. ده مش هيتم إلا من خلال نظام الأسد. يعني هي طبعا نقطة خلافية زي ما حضرتك لاحظت من مداخلة واحدة، وأعتقد أيضا هذه وجهة نظر معارضة. لا أدافع عن الأسد، أنا أتفهم ضرورة عربية وضرورة قومية، لكن هناك وجهات نظر أخرى أعتقد نحن عبرنا عنها في الحلقة. أشكرك سيادة السفير أحمد القويسني مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا لوجودك معنا. وتابعنا على مدى هذا المشهد تطورات الوضع في سوريا، ونتابع دائما التطورات في مشاهد أخرى عديدة في مثل هذا اليوم، في مثل هذا الموعد كل يوم على النيل الأخضر. تابعوا.